السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا الطلبة والطالبات. موضوع محاضرتنا اليوم application of diffetentiation اللي هي التطبيقات على الاشتقاق. بالبداية جمعت كل مصطلحات موضوعنا بالواضحة قدامكم، إنه المصطلح بالعربي وبالإنجليزي وتعريفه، وإذا وجد رسم همن عرضت لكم إياه. بالبداية عندنا شنو معنى قيمة مطلقة عليا وشنو قيمة مطلقة سفلى؟ تعني إنه هي إنه الدالة تمتلك أعلى قيمة الدالة على الفترة المحددة إلها. إذا كانت الفترة مفتوحة اللي معرف عليها الدالة فلا تمتلك قيمة مطلقة لا عليا ولا صغرى. إذا كانت مفتوحة من الجهتين infinity، يعني هنا هذا الرسم الواضح هنا عندنا مثلا الدالة تمتلك قيمة عظمى مطلقة عند النقطة هنا 2 واحد باثنين، إذا 2 هي أعلى نقطة بالدالة، وعندنا قيمة الدالة 1 قيمة عظمى قيمة صغرى مطلقة عند النقطة 3. النقطة الحرجة، شنو النقطة الحرجة؟ هنا النقطة الحرجة إذا كانت الدالة مستمرة معرفة على فترة فهي تمتلك قيمة عليا أو قيمة صغرى بالنقطة C إذا تحققت أنه اشتقاق الدالة عند هاي النقطة يساوي 0، أو كانت الاشتقاق الدالة بهاي النقطة هي غير موجودة. من النقطة الحرجة تطلع لنا نقاط، هاي النقاط أما تكون قيمة عظمى محلية أو قيمة صغرى محلية. أول شيء شنو محلية؟ المحلية هي أي نقطة داخل الفترة اللي محددة إلها محددة بها الدالة. المحلية هي النقاط اللي داخل الفترة، فهي قيمة عظمى محلية أو قيمة صغرى محلية، أو دائما نقول maximum value or minimum value. هنا عندنا مثلا شنو القيمة عظمى محلية؟ هي الدالة هنا نفترض أنه C هي نقطة حرجة للدالة المستمرة. فإذا هنا بهذا الرسم إذا كانت الدالة تحولت من موجب من سالب إلى من موجب إلى سالب من موجب إلى سالب يعني positive to negative تصير عندنا عظمى محلية. هاي عندنا هالنقطتين هسه C2 الدالة معرفة بال C2 والدالة معرفة بال C4 هي عظمى محلية maximum local maximum. عندنا من النقطة هنا C1 الدالة تمتلك صغرى محلية، ليش؟ لأنه هي من negative to positive يعني من السالب إلى الموجب، من السالب للموجب. شنو الدالة متزايدة؟ إنه عندنا إذا كانت الدالة مستمرة وقبل الاشتقاق على الفترة المفتوحة أي بي، فإن الدالة متزايدة إذا كانت مشتقتها أكبر من الصفر فتكون متزايدة، وتكون دالة متناقصة إذا كانت أصغر من الصفر. اشتقاق الدالة بهاي النقطة أصغر من الصفر. عندنا شنو؟ عندنا هسه المقعر والمحدب. المحدب مرات يقولوا له مقعر لأسفل. عندنا هسه مقعر كونكاف أب أو داون إذا محدب. زين، وين نحصل عليها مقعر أو مقعر لأسفل؟ عند اشتقاق الدالة للمشتقة الثانية تضرب هالشكل إذا كان مقعر للأعلى، وطبعاً تكون المشتقة الثانية هي أكبر من الصفر، وإذا محدب أو مقعر لأسفل تكون للأسفل الشكل الدالة يعني للأسفل، ويكون المشتقة الثانية هي أصغر من الصفر. نقطة الانقلاب، نقطة الانقلاب هي للدالة هي نقطة حرجة لمنحنى الدالة. هاي هسه عندنا بهذا الشكل عندنا هنا شنو؟ هنا مقعر للأعلى
وعندنا هنا مقعر للأسفل. بين هذا هاي النقطة هي يسموها نقطة انقلاب للدالة، يعني من مقعر للأسفل إلى مقعر للأعلى أو بالعكس. هاي عندنا هسه هاي الأمثلة نوضح شنو القيمة العظمى والقيمة الصغرى. هنا عندنا دالة على الخط الأحمر اللي هي الدالة هي للدالة كوسين X للفترة المعرفة من ناقص 90 إلى 90. هاي مثال يوضح لنا أنه شنو هو أبسلت ماكزيمم وأبسلت مينيمم. الدالة تمتلك أعلى قيمة وين؟ لما هسه مثلاً X قيمتها صفر، كوسين صفر واحد، فأعلى قيمة للدالة أبسلت ماكزيمم، طبعاً هاي الفترة هسه مغلقة من ناقص 90 إلى 90، فالدالة تمتلك أعلى أبسلت ماكزيمم إن X يساوي زيرو اللي هي يعني الدالة تصير واحد، وتمتلك نقطتين أبسلت مينيمم إيش وقت لما كوساين 90 أو ناقص 90 الدالة أقل قيمة إلها. عندنا هنا الرسم الثاني بالأزرق هو لدالة ساين X، همان فترة عندنا محددة من ناقص 90 إلى 90، تمتلك أعلى قيمة وين؟ لما مثلا ساين 90 يجد هي واحد، وساين ناقص 90 هي سالب واحد. هاي مثال يوضح لنا على القيم المطلقة العليا والصغرى. عندنا مثال الثاني هي هنا دالة غير مستمرة على فترتين معرفة، على فترتين من سالب واحد إلى زيرو، هاي الفترة الأولى، والفترة الثانية من الزيرو إلى الواحد. بهالحالة عندنا تمتلك الدالة قيمة مطلقة عليا وين؟ هسه هنا لما الواحد الاكس واحد ناخذها بهاي الفترة، نعوض شو صار قيمتها اثنين. إذا هنا عندنا أبسلت ماكزيمم أعلى قيمة للدالة أعلى قيمة توصلها هي اثنين، وأقل قيمة مطلقة للدالة هي لما تكون سالب واحد. إيش قد هنا لما سالب واحد يصير صفر. عندنا هاي أمثلة على لإيجاد النقاط الحرجة للدالة. يمكن هنا شوي مو واضح الرسم. X تكعيب ناقص 12X ناقص 3. لما نحل الدالة أول شيء شلون يجد نقاط الحرجة؟ أول شيء هاي الدالة طبعا هي معرفة لأنه متعددة الحدود، فهي معرفة مجالها R. زين نجي نشتقها. اشتقاق الدالة مثل ما عرفناه بالمحاضرات السابقة، اشتقاق نحصل على 3x تربيع ناقص 12، نحلها ونوجد النقاط، نبسطها ونحصل على قيم x. x عندنا هنا هي سالب 2 و2، إذن هي هاي النقاط الحرجة عندي للدالة. أجي أخذها قسم على شكل فترات من ناقص إنفينيتي إلى ناقص 2، هاي أول فترة قيم x هاي طبعاً، والفترة الثانية من سالب 2 إلى 2 هاي ثاني فترة، والثالث فترة هي من 2 إلى إنفينيتي. هي هاي المناطق اللي راح نشيك بها هي مناطق التزايد والتناقص للدالة. نجي هنا هذا الجدول يبين هاي الفترات نفسها اللي هسه ذكرتها. نجي مثلا هنا بهاي الفترة أخذ قيمة اللي هي أصغر من ناقص سالب 2 وإنفينيتي، فأختار سالب 3 وأنا أجي أعوضها. طبعا إذا عوضنا النقطة هي نفسها هاي سالب 2 عوضها هنا بالاشتقاق الدالة راح نحصل قيمة صفر، فما نستفاد من عندها. فنجي ناخذ قيمة أقل من عندها مثلا هي سالب 3 وعوضناها بالمشتقة مات الدالة ونحصل على قيمها. نشوف من هالقيم إذا في حالة إنه يكون أحصل على بوزيتيف هي هاي دالة متزايدة، هي هاي منطقة تزايد تصير. من أحصل سالب منطقة تناقص decreasing، يعني إنه نحصل إذا زائد مشتقة أكبر من الصفر تكون متزايدة، أصغر من الصفر تكون متناقصة. نجي هسه طبعا هاي منطقة هسه أجي أنا أريد أعرف هاي النقطة هي شنو هو
عرفت هي منطقة تزايد أو مناطق تناقص. هل أريد أعرف هاي النقطة، هل هي نقطة عظمى محلية أو صغرى محلية؟ شلون أجي أخذ نفس هاي النقطة اللي حصلتها بالاشتقاق مثلا سالب 2، وين أجي أعوضها؟ أرجع أعوضها بالدالة نفسها، بالدالة وليس بالاشتقاق، أعوضها وأحصل على قيمتها وأشوف هاي الدالة هسه هي طبعا من زائد إلى الناقص هذا الشكل، زائد إلى ناقص شو صار أدي؟ عظمى، أحصل على عظمى محلية. من السالب إلى الناقص شو حصل؟ على صغرى محلية. وهذا الشكل يوضح إنه هذا. طبعا هنا ما عندي مناطق قيمة مطلقة، ليش؟ لأنه هي فترة مفتوحة، عرفنا؟ طبعا هذا المثال آني دايد أبين إنه على القيمة هم المطلقة، هذا مثال أنا عندي فترة مفتوحة فما وجدت قيمة مطلقة عليا أو صغرى. هذا المثال الثاني اكس تكعيب ناقص 27 اكس، هاي محدد على فترة من سالب 4 إلى 6، هاي الفترة مغلقة. هم أجي شلون أحصل على نقاط الحرجة أو المناطق الحرجة؟ أجي أشتق الدالة وورا ما اشتقيتها أو أبسطها وأساويها للصفر وحصل على قيم X. هنا عندنا حصلنا على أنه X يساوي نساوي 3 و3، هاي تعتبر نقاط حرجة. أجي طبعا هاي النقاط الحرجة أضيفها للفترة اللي أنا عرفت عليها سالب 4 و6، من هاي النقاط مع الفترة أجي أعوضها بالدالة وحصل على نقاط التقاطع، يعني أقدر أو النقاط اللي أقدر استفاد من عندها. هنا طبعاً هاي مثالنا قلت لك إنه إحنا نريد نشوف يا هي عندها ماكسيمم قيم مطلقة عليا أو صغرى. هنا هسه عندنا بالتعويض القيم مال X أحصل على قيم للدالة هنا 54 بالموجب، وأنا أحصلها على لما X يساوي سالب 3 ولما X يساوي 6 أحصل على قيمة الدالة 54، هذه تعتبر أبسولوت ماكسيمم فاليو. عندنا لما هنا أعوض الدالة X يساوي 3 أحصل على قيمة الدالة سالب 54. هاي مثال يوضح عن شلون أحصل على قيم المطلقة العليا والصغرى. هذا مثال لإيجاد مناطق النقاط الحرجة ومناطق التزايد والتناقص والتقعر والتحدب لهاي الدالة. هنا هسه إذا فاكشن أجي أخذها، أجي هي طبعاً لأن متعددة حدود فهي قابلة للاشتقاق ومستمرة ما عندي مشكلة بها، أجي أشتقها وحصل على قيم X، من قيم X أحصل على نقاط الحرجة وقسم على شكل فترات. هاي النقاط ما زال هي فترة يعني مجالها R، فهي من ناقص إنفينيتي إلى هاي النقطة اللي بالسالب، ومن هاي النقطة إلى هاي النقطة هاي الفترة الثانية، ومن 1 إلى أصغر من إنفينيتي هاي المنطقة الثالثة اللي لحد شيك بيها مناطق التزايد والتناقص. هذا الجدول واضح أمامكم ما يحتاج إلى شرح، إنه بالبداية النقاط أخذ نقطة أقل من هاي القيمة اللي عندي أو أكبر على حسب الفترة اللي أنا أخذها، وعوضها وين؟ عوضها بالاشتقاق المشتقة الأولى، شو حصل على قيمتها إذا موجبة أو سالبة؟ إذا موجبة فهي تزايد وإذا سالبة فهي تناقص. نب أرجع أخذ النقطة نفسها اللي حصلتها قيم X اللي حصلتها بالاشتقاق أخذها وأعوضها بالدالة حتى تصبح هي لوك، يعني هل إنه قيمة عظمى أو قيمة صغرى محلية، قيمة صغرى محلية أو قيمة عظمى محلية. أجي أشتق المشتقة الثانية حتى حصل على مناطق التقعر والتحدب، في الاشتقاق الثاني ورا ما اشتقيتها وأساويها للصفر أحصل على قيمة X. هاي قيمة X همن ما زال عندي نقطة واحدة، فأكو على يمينها وعلى يسارها أكيد أكو مناطق، وشيك هاي المناطق اللي على اليمين وعلى اليسرى فأشوفهن هل هي مناطق تحدب أو تقعر. أجي الفترة مقسمتهن وأشتقها، والنقطة اللي قبلها أعوضها بالفترة واللي وراها وحصل إذا سالب شكلنا إحنا المشتقة الثانية إذا سالبة شنو هو؟ فهو تقعر للأسفل، وإذا المشتقة الثانية موجبة فهو تقعر للأعلى،
وأعوض عن النقطة اللي لقيتها هي X يساوي سالب 3 أعوضها بالدالة وأحصل على هاي نقطة الانقلاب. نقطة الانقلاب هذا الشكل يوضح لنا هاي هنا هسه شنو عندي؟ عندي عظمة محلية بالسالب 5 على 3 وعندنا قيمة Y يساوي 40 على 27. هاي صح لها عظمة محلية. والنقطة الثانية اللي هي 1 فارز 8 هي نقطة صغرى محلية. نقطة الانقلاب هي هاي النقطة اللي هي قيمة X يساوي سالب 1 على 3 وقيمة Y يساوي سالب 8 على 27 هي نقطة الانقلاب. ليش؟ لأنه عندنا منطقة من تقعر إلى أسفل إلى تقعر إلى أعلى هو نقطة الانقلاب. المثال الثاني هاي هنا عندنا مثال أهم أجي أهم إلي مناطق التزايد والتناقص والتقعر والتحدب. أجي أبدي أشتق ورا ما أشتق أخذ النقاط وأعوضهم بالجدول مثل المثال السابق بالضبط، بس أنتم تمشون على نفس الخطوات وتشوفون يعني ما في شيء بيصعب. سهلتكم يا واضحتكم يا يعني كاتبتكم يا بالخطوات بالتفصيل يعني ما يحتاج إنه نأخذ وقت عليه الشرح. هاي المشتقة الثانية شلون أحصلها وشلون أعوضها بالجدول وأحصل على هذا الرسم اللي راح يبين لنا نقاط الصغرى المحلية والعظمى ونقاط الانقلاب. هنا هسه شلون أرسم متعددة حدود أو دالة كسرية؟ شلون أرسمهن؟ أول شيء أكو عندي عدة نقاط. أول شيء لازم أعرف شنو مجال الدالة وأجي أحسب يعني هو شلون أنت متجي ترسم. أول شيء تحدد لك إيش كم نقطة اللي تقدر ترسم من خلالها الدالة. فإحنا قلنا هسه أول شيء لازم أعرف شنو مجال الدالة. ثاني شيء أشتقها المشتقة الأولى حتى ليش أحصل على نقاط حرجة، ومن نقاط الحرجة أحصل على نقاط ماكسيمم لوكال ماكسيمم ولوكال مينيمم. أجي أشتقها مرة ثانية حتى أحصل على نقاط الانقلاب، أحصل على المماسات للدالة، أحصل على نقاط إضافية أقدر يمكن حتى أقدر أرسم شكل الدالة بشكل مضبوط. هاي أنا هسه أذكركم مثالياً، أخذت مثال عن متعددة حدود. هاي مثال متعددة حدود إجيت أول شيء لأنه متعددة حدود فمجاله R ما عندي مشكلة به. أجي أخذ الليمت يعني هنا هسه هنا هاي من أخذت الليمت حتى شنو هو؟ إنه مجاله مفتوح إنفينيتي ناقص إنفينيتي، ما حددته ضمن فترة حتى أتحدد بيها فهذا فري. طبعا هنا هسه يعني ما عندي على ماكسيمم أبسلوت ماكسيمم ولا أبسلوت مينيمم. أوكي أنا أجي أشتق المشتقة الأولى ليش؟ حتى أحصل على نقاط الحرجة وأقدر أحصل على مناطق التزايد والتناقص. هذه المثال. أجي هنا النقطة الثالثة حصلت على المشتقة الثانية إلها. شو استفاد من المشتقة الثانية؟ حتى إن هذا أهم حصل على نقطة الانقلاب، بالتالي أحصل على شكل الرسم بهالشكل. عندي نقطة هنا نقطة هنا نقطة صغرى محلية وعندنا هنا سالب 1.6 هاي لوكال ماكسيمم وعندي هنا صفر صفر وأربعة عندي نقطة انقلاب. هاي المثال الأول. المثال الثاني عندي دالة كسرية. دالة كسرية إذا عندنا لازم ننتبه إنه المقام يساوينا صفر فهو R ما عدا الصفر. هاي أول شيء لازم نخلي بالنا. الشيء الثاني يعني نبتعد على القيم اللي تخلي المقام صفر. زين إذا إحنا ما رح نوصل للصفر لأنه ما أقدر أعوضها بالصفر بهالحالة. زين أجي هل هي هنا اللون الأزرق وضحت فيه إنه هي هل هي دالة زوجية أو دالة فردية؟ شلون أعرفها دالة زوجية أو فردية؟ هسه هل قدامكم هي دالة فردية؟ ليش؟ لأنه لما أغير قيم X بالسالب الدالة تغير بالسالب. لما تكون زوجية شنو هو؟ لما أغيرها بالسالب تبقى دالة F of X. فشوف هسه هاي الرسم هنا عندنا مثال عليها الكوساين. هي إحنا إيش قلنا عليها قبل؟ كوساين دالة زوجية.
والساين هي دالة فردية، يعني أخذها بهذا الشكل. زين، الثاني شيء أجي أشتق الدالة. طبعا قبل ما أشتق الدالة، هاي الدالة شن هو؟ أقدر أبسطها، يعني هنا المقام فصلتهن وبسطتها، حصلت إنه X على 2 الدالة، يعني هي هاي X تربيع زائد 4 على 2 X، أقدر أستفاد من عندها هي X على 2 زائد 2 على X. جيت اشتقيتها، اشتق عادية شلون اشتق ككسر أو حد، وأساويها للصفر وحصل على قيم X. اللي حصلت على قيم X هي سالب 2 و 2، حصلت على نقاط الحرجة من هي هالقيم الحرجة، وقسمت الفترات بهالشكل، حصلت على 3 فترات. أجي أشيك بهن الفترات حسب الجدول اللي قدامكم، شيكت الفترات اللي أنا أحصل على مناطق التزايد والتناقص. أجي أشتق المشتقة الثانية حتى شنو إذا حصل هل أكو نقطة انقلاب. بهالحالة 4 على X، يعني بيش مشتقة الثانية حصلت عنه 4 على X تكعيب، هاي إذا سويتها للصفر يعني صار 4 يساوي صفر، فإذا المشتقة الثانية غير موجودة، إذا ما عندي نقطة انقلاب، ما عندي نقطة انقلاب هنا. زين، هنا هنا شلون أريد المماس؟ المماس إنه أحصل إنه قيمة قيم Y بقيم X عن طريق قيم X والعكس همن، يعني مماس المحور الاقتصادي والسيني. هنا لما أخذت الليمت لما X تروح للصفر للدالة اللي احنا كتبناها بهالشكل X على 2 زائد 2 على X، 2 على X لما نعوض X اللي تروح تقترب من الصفر، فلح يصير هنا تطيني هنا Infinity من جهة اليمين ومن جهة اليسار، من جهة اليسار صار ناقص Infinity ومن جهة اليمين صار Infinity. زين، هسه هنا حصلنا بهاي الدالة لأنه Y معرف، يعني يعني مماس عمودي، وأريد أحصل المماس الثاني للدالة حتى نقدر نرسمها. نفس الدالة من X على 2 زائد 2 على X، احنا قلنا هسه 2 على X هي تقترب من الانفينيتي، يعني ما استفاد من عندها. فرسم الدالة على من اللي حيعتمد انه Y يساوينا X على 2 هي هاي اللي نعتمد عليها، فهو المماس الجانبي للدالة، وترسم الدالة بهالشكل. أشكركم وإن شاء الله على المحاضرة الجاية.